أكثر حول الأسواق العالمية. ينضم إلينا في الاستوديو السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي. أهلا بك أستاذ رائد. في البداية نتحدث عن المحرك الرئيسي للأسواق اليوم، وهو محضر الاجتماع الفيدرالي الأمريكي. ما الذي تراقبونه وتترقبونه من هذا الاجتماع؟ يعني حقيقة نحن عندنا الأهم حاليا في الأسواق هو مجموعة من الأحداث. عندنا إصدارات نتائج أعمال الشركات، وهي التي تؤثر وتغير الأسواق بشكل كبير جدا، ويتخللها أيضا عندنا اجتماع الفيدرال الأمريكي. حقيقة غير متوقع أن يكون هناك أي تأثيرات كبيرة، ولكن الأنظار تتجه أكثر إلى موعد بدء تقليص وتخفيض برنامج شراء السندات الضخم جدا الذي يتبعه الفيدرال الأمريكي، لأنه هذا يجب أن يحدث هذا التقليص قبل عملية رفع أسعار الفائدة التي توعدوا أو يعني من المتوقع أن تحدث في عام 2023. فبالتالي يجب أن يكون هناك حديث عن تخليص عن برنامج شراء السندات اللي هو بأكثر من 120 مليار شهريا. أيضا في نقطة مهمة جدا هي منظور الفيدرال الأمريكي إلى مستويات التضخم الحالية. إذا بقي متعنت نوعا ما بأن مستويات التضخم الحالية المرتفعة هي مؤقتة، فذلك سوف يؤثر بشكل كبير على أداء الدولار الأمريكي بالضغط بالاتجاه الهابط بشكل أكبر، لأنه هذا يعني أن الفيدرال الأمريكي متوقع أن يصل حتى إلى مستويات 6% كمستويات تضخم دون أن يكون هناك تغيير في السياسة التيسيرية، وهذا يعني جوهر ما تبحث عنه الأسواق حاليا. أسواق الأسهم متعطشة على أن يكون هناك استمرار أكثر لبرنامج التيسير النقدي، وأن يكون هناك سياسة سهلة والأموال الرخيصة أو القروض الرخيصة متوفرة بشكل أكبر. ذلك سيعزز من الارتفاعات ويترجم مستويات تضخم أعلى بالفترة القادمة. في غير ذلك يعني النتائج تظهر بشكل واضح نتائج أعمال الشركات حتى الآن. شفنا تسلا يوم أمس بأن تجاوزت المليار كأرباح فصلية، هذا دليل إضافي على أنه على الرغم من كل العوائق في سلاسل الإمدادات، على الرغم من الضغط الكبير على قطاع التصنيع، عم نشوف مزيد من الأرباح ومزيد من الربحية. هذا بفضل التضخم الذي يتم حقيقة مع ارتفاع أسعار المستهلكين إجمالا حول العالم. ماذا عن الذهب؟ يعني كيف سيتعامل الذهب مع قرارات الفيدرالي؟ وبرأيك ما المحرك الرئيسي للذهب هذه المرة؟ يعني الذهب مع وجود الفرصة البديلة، مع وجود هذه الارتفاعات القياسية، يعني شفنا أسواق الأسهم، يعني مؤشرات الأسهم تحقق ارتفاعات واضحة على الرغم من أنها تراجعت بعض الشيء خلال تعاملات الفترة الصباحية اليوم، ولكن من المتوقع أن تعود إلى الارتفاعات مع افتتاحات الأسواق الأمريكية. في عندي فرصة بديلة بالنسبة للمستثمرين، وهي وجود ارتفاعات في أسواق الأسهم، وهذا يقلل من جاذبية الذهب الذي هو يعتمد عليه كملاذ آمن في الوقت الحالي. وأيضا في نفس الوقت لا يعني أن يكون هناك ضعف شديد في أسعار الذهب، بالتالي يمكن أن تبقى مستقرة أسعار الذهب فوق مستويات 1770 دولار للأونصة، ومن هناك أن تعاود الارتفاع مرة أخرى بفضل مستويات التضخم المرتفعة وبفضل انخفاض قيمة الدولار الأمريكي. ولكن الضعف الذي نشهده هو بفعل الفيدرال الأمريكي، ما أن تنتهي اجتماعه سوف يعود مجددا الذهب للارتفاع. نعم، أيضا كيف تفسر الارتفاعات أسواق النفط؟ ما الأسباب وراء ذلك؟ يعني نحن في عنا إيجابية واضحة في الأسواق، يوجد هناك تفاؤل بأن الطلب عندي عم يتحسن بالفترة القادمة، وفي نفس الوقت يوجد سيطرة نوعا ما على المعروض النفطي، وبالتالي ذلك يحقق معادلة تفيد أسعار النفط للارتفاع بشكل أكبر. استقرار WTI فوق مستويات 70 دولار للبرميل وارتدادها من تلك المستويات إلى مستويات قرابة 72 دولار للبرميل حاليا هو دليل واضح على أنه الفترة القادمة سوف يواصل النفط الارتفاعات بشكل أكبر مع تحسن الطلب العالمي، مع تحسن وارتفاعنا وارتقائنا أكثر إلى مستويات 100 مليون برميل يوميا التي لا نزال بعيدين عنها بحوالي 4 مليون تقريبا حاليا. من المتوقع خلال الربع الحالي اللي احنا موجودين فيه أن يصل الطلب العالمي إلى قرابة 98 مليون برميل، وهذا هي الإيجابية التي تضغط والتي تساند أسعار النفط للاستقرار فوق مستويات 70 دولار بالنسبة للWTI وبقائها عند 75 بالنسبة للبرنت. نعم، سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي، شكرا جزيلا لك.